من هي سارة جيلبرت؟ يتابع العالم عن كثب آخر التطورات حول الاختبارات التي يتم إجراؤها من أجل الوصول لحل يقضي على كابوس فيروس كورونا، لكن ما إن ظهرت أستاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد سارة جيلبرت معلنة عن حل نهائي مع حلول سبتمبر للوباء. أجرت الدكتورة سارة جيلبرت أبحاثا على تطوير الاختبارات السرية للتطعيمات الفيروسية، وتتضمن بروتينا ممرضا داخل فيروس آمن، وتحث على استجابة الخلايا التائية التي يمكن استخدامها ضد الأمراض الفيروسية والملاريا والسرطان. وبعد أن ظهرت أزمة فيروس كورونا المستجد على الساحة وبات كابوسا يهدد العالم ويحصد الأرواح، قررت الدكتورة سارة جيلبرت استغلال خلاصة عملها للتخلص من الوباء، حيث شاركت في تطوير لقاح جديد للحماية من عدوى لهذا الفيروس التاجي. وقادت فريق عمل من كبار الأطباء وهم أندرو بولارد وتيريزا لومبي وساندي دوغلاس وكاثرين جرين وأدريان هيل وفقا لنيويورك تايمز. ورجحت أستاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد أن اللقاح الجديد الذي سيعمل على القضاء على فيروس كورونا نهائيا سيكون متوفرا مع حلول شهر سبتمبر المقبل. سارة كاثرين جيلبرت من مواليد أبريل لسنة 1962، وتخصصت في مجال اللقاحات، وهي من أهم أساتذة وعلماء جامعة أكسفورد، كما أنها شاركت في تطوير لقاحات تقضي على الإنفلونزا ومسببات الأمراض الفيروسية الناشئة، إضافة إلى أنها كانت المسؤولة عن اختبار لقاح لمواجهة الإنفلونزا أجريت عليه تجارب سريرية عديدة سنة 2011 وأثبت قدرته بالفعل. والآن في 2020 تكشف عن مقترح تؤكد أنه سيتمكن من القضاء على كوفيد-19 بحلول سبتمبر المقبل. وقالت جيلبرت إن فريقا بالجامعة البريطانية يعكف على العمل من أجل توفير اللقاح، مشيرة إلى أنها واثقة من توفره في هذا التوقيت بنسبة 80%. في البداية التحقت جيلبرت بمدرسة كيترينج الثانوية، وأدركت أنها تريد العمل في الطب، وبعد أن تخرجت بدرجة البكالوريا في العلوم البيولوجية من جامعة إيست أنجليا، انتقلت إلى جامعة هال للحصول على درجة الدكتوراه، وبدأت أعمالها البحثية في العلوم الوراثية والكيمياء الحيوية في الخميرة رودوسوليديوم تورولويتس. اتجهت جيلبرت إلى عالم تفاعلات الطفيليات بين المضيف والطفيليات في الملاريا، وأجرت العديد من المقارنات على هذه الأمور خلال عملها في جامعة أكسفورد. وفي سنة 2011 أصبحت أستاذة بارزة جدا في معهد جينز بدعم من ويلكوم تريست، لتبدأ بعد ذلك في عملها حيث تصميم وإنشاء لقاحات جديدة ضد الإنفلونزا. سارة جيلبرت 58 عاما، شارك أبناؤها الثلاثة البالغون من العمر 21 عاما في التجارب السرورية للقاح في أبريل الماضي. وتقول العالمة البريطانية: لم أناقش معهم مشاركتهم في التجارب السرورية للقاح، لا لأنني لم أكن في المنزل كثيرا في ذلك الوقت. غير أنها أكدت على أنها لم تكن قلقة على أبنائها الثلاثة بعد معرفتها بمشاركتهم الثلاثة التي يرجح أنهم ثلاث توائم، موضحة أننا نعرف جيدا حجم الجرعة المحددة للمشاركين في هذه التجارب لأننا قمنا بعمل ذلك عدة مرات من قبل. لا يستهوي العالمة البريطانية الظهور إعلاميا أو الحديث طويلا، ملتزمة في أغلب أوقاتها بالعمل سواء في المنزل أو المعهد المتابع للجامعة. يقول أندرو ماكلين، عضو مجلس إدارة شركة أكسفورد للعلوم والذي عمل معها لسنوات: مستوى معرفتها بالتفاصيل غير عادي. أعربت جيلبرت عن ثقتها الكبيرة في اللقاح المسؤول عن تطويره مع فريقها البحثي، قائلة أمام لجنة برلمانية في يوليو تموز الجاري إن لقاح إكسفورد لديه احتمال بنسبة 80% ليكون فعالا في منع الأشخاص الذين يتعرضون للفيروس الجديد من تطوير الكورونا.